عواجيز لكن جيل حريف ونجوم ولا نجوم السيم. لو تفتحوا كتاب الفيفا هتلاقوا نفس التقسيم باسم جيل 69 حامد محمد مكاوي، وزيه في مليون هاوي بالكورة يتحول حاوي ويشوطها فتروح في التسعين. كل سنة وانت طيب يا كابتن حامد. وانتوا طيبين ومنورين الجيزة والله. رمضان كريم. الله أكرم يا ست الكل. وكل سنة ودورات مصر الرمضانية شغالة. إن شاء الله بإذن الله. وأكثر حرفنة وأكثر حماسا. الحمد لله. إيه قصتكم يا كابتن حامد؟ أنا جاية سامعة على إن في. لا والله الظروف بتلعب معانا دور كويس. إحنا أصلا كلنا من حتة واحدة. أنتوا جيزاوية كلكم جيزاوية. إحنا فين المكان ده إيه يا كابتن؟ إحنا في الجيزة دي، الجيزة القديمة. لا مركز شباب الجيزة. مركز شباب الجيزة. أحسن ناس. المشهورة بالساحة الشعبية. الساحة الشعبية. أقدم ساحة شعبية في مصر. في مصر. أقدم من رود الفرج؟ أنا أسمع بعد رود الفرج. بعد رود الفرج. وإحنا بعد رود الفرج. عشان بس ما إيه. أيوه رود الفرج الأول صح. صح. فإحنا كنا كلنا كده كنا بنلعب وإحنا صغيرين مع بعض. خلصنا ورحنا الجيش أصلاً؟ شوفوا بقى الظروف، ما أنا بقول لحضرتك كرة عادية ولا كرة شراب؟ الاتنين مع بعض، لمينا بعض، جي خلصنا جيش، كنا حوالي خمس ست انفار مع بعض في سلاح واحد. جنتوا مع بعض كمان؟ ما أنا بقول لك ظروف جميلة جداً. يعني ما كانش مثلاً في واحد اسمه أحمد والتاني يحيى فده يبقى في أول الصف والتاني يبقى في آخر الصف؟ إحنا ما أنا بقول لحضرتك تلات أربع انفار في سلاح واحد. أما جينا الجيش ساعة الحرب دخلنا سلاح واحد، خلصنا اشتغلنا كلنا في المقاولين العرب. انتوا حاربتوا في 73؟ اشتغلنا كلنا في المقاولين العرب. كلكم في شركة المقاولين؟ جيت شركة المقاولين في إدارة اسمها إدارة التركيبات في المقاولين العرب، بيعملوا دور فروع داخلي فعايزين يعملوا فرقة، فواحد جالي فلميت ده بقى هدى وهدى وهدى، كلنا خلصنا جيش مع وقت واحد فروحنا كلنا مع بعض. رحتوا اتوظفتوا؟ الظروف جميلة جدا معانا. ولعبنا في نفس الاداره في في المقاولين العرب، خلصنا جينا على الساحه هنا بعد المعاش. لا قبل المعاش واحنا في المقاولين، بطلنا بقى كوره واحنا في المقاولين. انا جاري شرايين تاجيه وانا عندي 37 سنه. يا ساتر. كنت صغير جدا وكنت بلعب رياضي. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي حوالي انا عندي دلوقتي 70 الا شهر. ما شاء الله لا اكبر، بس شكلك اصغر يا كابتن. لا الحمد لله. والشلة دي كام واحد تقريبا حوالي 15. يعني فريق. يعني ال 11 يلعبوا 5 و5. احنا بنلعب 5 ب5 هنا في الساحة على قدنا بقى هنا دلوقتي في الساحة. وبعدين عشان الشرايين التاجية عايزة الناس تجري. صحيح. نجري بقى من كل الرياضة دي اكيد مفيدة جدا. طبعا وبعدين ساعدنا بقى رئيس مجلس إدارة الساحة بصراحة مريحنا، الساعة اللي عايزينها بيديها لنا حبيبكم. يعني يعتبر اخويا الصغير. ما انتوا اكيد فراوده هنا بقى. كابتن مجدي كرم ده يعتبر اخويا الصغير. كابتن مجدي. والشله بتاعتك دي قصاركوا برضو اصحاب يا كابتن ولا لا؟ واحنا في الشركه بقى كنا بنروح المصايف كلنا سوا. لسه كنت هقول لك مصايف الشركات. كنا بنروح مصايف الشركه سوا، مطروح وجمصة. بتتخانقوا ساعات؟ ساعات كرة واحد حسب ده غلط. واحد مع دي اوف سايد ده لا بيحصل. بس الامور برضو ملمومه، مفيش حد اناني كده بيأنن عايز ما يبصش لزمايله. كل حاجه فيه بس العمليه ملمومه. على رايك كل حاجه فيه كل حاجة كوره. بس العمليه برضو بنلمها في الاخر. ينفع يا كابتن تعرفني على بقيه الفريق؟ يا كابتن حامد اجتمعت الفرقه. طبعا. لا وفي ناس مشيت. لا واحد واحد بقى كده اعرف اساميكم. كابتن حليم خب. كابتن عبد الحليم. يحيى حسن. كابتن يحيى حسن. محمود دبشه. كابتن دبشه. شعبان ابو الشيز. ابو الشيز. حجاج عفتاح. زيزو. حمدي حمدي. منفصل منفصل. ودي اسماء كرويه ولا دي اسماء يعني شهره؟ يعني كابتن ابو الشيز. ابو الشيز ده شهره. يعني انت في الشغل مش ابو الشيز. ده اسم حالي الصلاه. دبشه بقى؟ ها هو دبشه. دبشه دبشه بس اسمه الحقاني محمود. انا مولود كده. معلش بتحصل يا كابتن. يعني الدراسه، لعب الكوره في الشارع، الجيش والشغل كله محمود دبشه. كله محمود دبشه. دبشه. وابو الشيز زي
على كابتن شاذلي. حبيبي الشاذلي الله يرحمه. انت ترسناوي؟ لا انا ترسناوي بس بعد الاهلي. الاهلي الاول. الاهلي اولا. ما بتتخانقوش على موضوع الاهلي والزمالك ده؟ لا 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 لا. مين زملكاوي غيري؟ هو جنبي. احنا الاثنين بس. لا طبعا هو كابتن زملكاوي متعصب. زيزو ما بينكر ما دام تحب بتنكر ليه؟ ده واحد جنبه. انا هقول على حاجه بعدين. انا بقالي معايا 20 سنه عارف زملكاوي بيضحك عليا بيرقصني. لا اسمع الله هو عارف مش زملكاوي. اسمع الله. اتفضل بقى بعد كابتن حامد قدامك الشان ده بيضحك عليا. عايزه اسال حضرتك ايه افكه حاجه حصلت لكم كمجموعه كده في سنين الكوره اللي بتلعبوها دي؟ انا كنت بلعب باك ليفت. كنا في شركه المقاولين العرب. ماشي. فالكابتن شعبان كان بيلعب عليا ونجراي فدخلت فيه واحده جامده شويه فراح عمل لي كده وقال لي طب انا هوريه. ففي كوره جايه كده رحت مهوشه فهو جاي يضرب فيا فروحت انا باعد بعيد كده في مركز شباب الجزيره كانت في ترعه نزل لا لا يا وجع في الجنة. وجع في الجنة. وجع في الجنة. لا 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 دي واحده من الوحايد بتاعتك. ما اتخانقتوش بعديها؟ لا 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 حبيبي ضحكتوا. شكلكم تضحكوا على بعض. لا لا مين عشه عمق ليكوا اسم الفرقه دي ليها اسم؟ فرقه مكاوي. هو تركيبات فريق مكاوي المجموعه يعني فريق التركيبات وفريق مكاوي. فريق التركيبات وفريق مكاوي. التركيبات ده كنت الى حامد مكاوي نسبة إلى كابتن حامد. التركيبات دي للشركة مقاولين العرب. الحتة اللي كنتوا بتشتغلوا فيها. إدارة التركيبات. مقاولين العرب. طب وأنتوا صحاب جدا جدا وفي نفس الوقت لعيبة كورة. ما كانتش بتحصل كده حركات نص كم كده ترقيصة خروقة حاجات من اللي الناس ما بتحبهاش دي؟ قول لحضرتك إحنا عاملين نظام في الملعب هنا. إيه هو النظام؟ إن إحنا كلنا كبار السن ممنوع أي واحد يعمل كوبري في التاني. لو واحد عمل كوبري في التاني تيت فاول عليه ويبقى على البتاع برضو إيه؟ عشان احنا سننا وما نقدرش الملعب وناخد الساعه بتاعتنا كويس بنعمل ايه محدش يشوط من نص قبل نص الملعب ويشوط والجول طالع يحطها. لا في حاجات ان احنا لازم نروح بالكره نسلم بعضينا عشان نروح. حد من ولادكم بيلعب معاكم؟ كابتن محمد دبشه والكابتن يحيى عبد الله. كابتن يحيى هو ابنكم ولا قصدك ابن كابتن يحيى؟ ابنه عبد الله وابنه احمد واحمد ابنه بس ما جاش النهارده. وبتسمحوا لهم بقى دول للانضمام؟ دول عشان الشباب بيجنونا بيجنونا شويه. وابن اخويا قاعد بره يعني احنا كده هم بيجرونا شويه ويسمعوا الكلام برضو. محدش من وسط الملعب يشوط وتحسبوا عليهم في اولاد برضه؟ محسوب. طب انا عايزه اسال حاجه يعني ايه سر الاحتفاظ ان شاء الله بدوام الصحه والعافيه والشباب؟ عدم التدخين. اول حاجه التدخين. التدخين. انا اقول لك انا اقول لك انا ايه؟ قول يا كابتن. انت ما سالتنيش السؤال ده. قول يا كابتن. اللي احنا بنضحك صح؟ طبعا الله يفتح عليك. انا ما سالتكش بس الحلقه دي على فكره كلنا بنضحك معموله مش عشان الكوره يا كابتن. الحلقه دي احنا مش جايين نعملها عشان الكوره زي ما قلت المشجع الشواكيش بالظبط. احنا رحنا لهم عشان الوفاء واحنا جينا لكم عشان الضحك والصداقه العمريه. الصداقه والضحك بينهم اللي ده مجرد رمز. ما حدش بيزعل من حد. لا كلنا راجل واحد يعني. وهو موضوع التدخين دوت ده اللي كابتن حامد انا واحد زميلك في حكمي شدينا مع بعض مسك الخرطانه جري ورانا ضربنا راجل الملعب جري وراه في الملعب ضربه. طب انتوا توافقوا لو معلش اتكلمنا كتير نحرك بقى عضلاتنا تلعبوا كده وانا ممكن احكم؟ ماشي اوكي مفيش مشكله. انا هلعب صفاره. ايه صفاره؟ انا همسك صفاره. انا جات لي خبر حضرتك بتلعبي كوره. ما خايبانه جدا. لا لا رمضان في مصر مرتبط بدورات الكورة اللي بتبدأ من بعد الفطار وتخلص قبل السحور. الدورات الرمضانية في مصر عالم مليان
شغف وجنون وأصول ومهارة وتشجيع وأصوات أعلى من صوت الشارع. هتلاقيها في القرى والحارات الشعبية، في الساحات، في النوادي، على التراب وعلى النجيلة والصالة المغطاة، مش مهم المكان، كل المصريين بيلعبوا كورة بعد الفطار. المهم الفكرة والجمهور والحماس والفوز بأي جايزة، حتى لو جايزة رمزية. في الدورات الرمضانية هنزعق لبعض شوي وننفعل على بعض شوي، بس هنخرج كلنا مبسوطين وهنكرر التجربة تاني، لأن اللي محتاجينه فعلاً كورة وملعب وأصحاب وشوية حب للعبة واللمة والناس. كابتن يحيى الحافي، من ساعة ما جينا يا كابتن يحيى وهم بيقولوا لي إن كان في أسطورة في الملاعب هنا اسمها كابتن يحيى قبل ما يحصل له ظروف صحية. الحمد لله. كنت بتعمل إيه يا كابتن يحيى يخلوك إن أنت الأسطورة هنا؟ كنت بلعب مع ناس كويسة جدا طبعا. زي مين يا كابتن؟ كان من ضمن الناس اللي لعبوا معانا كان محمد عباس بتاع الأهلي، واتكتب في الجورنال في الكورة والملاعب معانا سنة 76. أنت بتلعب من ساعتها؟ لا قبليها كمان. انا اكبر منه. اتكتب معانا، هو كان صغير يعني لسه. اتكتب معانا في الجورنان والزمالك كان هياخده وبعد كده الاهلي خده. وانت ما لعبتش في نادي من النوادي الكبيره يا كابتن؟ انا اتكتب عليا في الجرايد وكده عشان كنت بلعب حافي. كنت تلعب كره شراب؟ اه. بس سمعت ان انت كنت يعني زي كابتن سعيد الحافي في الترسانه. صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه كابتن سعيد. ومحيي بتاع أرض يعقوب. لكن أنت كنت هنا في جزاوي بتلعب في مركز جيزة هنا طول عمرك. واشتهرت بره، أنا شهرتي جت من بره. من بره الساحة الشعبية ولا من بره؟ من مصر، في مصر، أنا مستوى مصر. بره بتاعت محمد الجندي كانت في العباسية في نادي طلعت حرب. كان بيتعمل دوري كرة شراب أحسن لعيبة في مصر. كان بتلعب بالدورة دي. بس انت لعبت مع فريق كابتن مكاوي ده، قالوا لي كان بيلعب معانا احيانا. ده حبايبي دول متربيين معايا انت معاهم هنا في نفس الشله من زمان. وكان في بقى لعيبه الله يرحمه اسمه جمال رجب، قالوا لي عليه. ده كان حاجه اسطوره. بغض النظر بقى عن ايه، عن لعبك في الكوره، انت بتيجي هنا الساحه يا كابتن حتى بعد ما ظروفك الصحيه ما بقتش قد كده؟ روحي هنا. تيجي كل يوم؟ لازم. روحي ما تحسش انه تعب وانا على كرسي متحرك اقعد في البيت. ولادي بقى ولادي بيشيلوني وودوني، يعني الحمد لله الناس كلهم كويسين. وبتتبسط لما تيجي؟ طبعا. امال ايه، ده انا لما ببقى بعيد عن هنا ببقى زعلان. احنا سعداء الحظ ان احنا شفنا حضرتك. الحمد لله. الحمد الله يخليك. انا اللي متشكر جدا. الساحه الشعبيه اللي احنا فيها دي الساحه الشعبيه بالجيزه، كل الناس قالوا دي طلعت ابطال وساحات شعبيه مهمه جدا. طلعت مين الساحه دي؟ طلعت كتير. في حسين يوسف بتاع السكه الحديد ده منتخب مصر برضه كان بيلعب بكرايت، ومحمود مكاوي اخويا الكبير. ده اخوك فعلا ولا؟ اخويا. ده كان بيلعب في الطيران وبعدين راح الاسماعيلي ان شاء الله. وجمال رجب اخو ترسانه، اخو شعبان، اخو كابتن شعبان. كان بيلعب في البلاستيك وهم اللي خسروا الاهلي. فاكره في سنه من السنين هم اللي خسروه وبعدين راح الاسماعيلي. راح الاسماعيلي الله يرحمه بقى، هو توفى. كان اصغر من شعبان. وفي كابتن نصر عبد الغني، كابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي طلبه من هنا؟ من هنا. الكابتن محمد احمد حميد. طب ما يبقى الساحات الشعبيه بتفرخ اجيال يعني من اللعيبه. وفي ناس بتبقى كويسه جدا وبرده ما لهاش حظوظ. رايك ان الساحات الشعبيه كابتن ممكن تبقى بديل اسهل للشباب من النوادي عشان دخول النوادي صعب؟ انت لو حضرتك تيجي هنا هتشوف الشباب بيتخانقوا عشان عايزين يحجزوا الملاعب. وموهوبين يا كابتن ولا اي كلام؟ هتلاقي هي الموهبه طبعا، هتلاقي ناس موهوبه كتير. يعني في ناس ممكن تنفع. هما بيجيبوا الناس الموهبه دي منين؟ ما هو من هنا، من كره شراب. ما فيش كره شراب دلوقتي خلاص. كان البحر الاعظم ده كله كره شراب زمان. كان يحيى الحافي ده اللي كان سجلت معاه ده جميل. كنا بنلعب على البحر كره شراب قبل الكوبري ما يتفتح بتاع الجيزه ده. كان تروحوا بالليل على النيل بقى وتلعبوا كره شراب كل النهار. والله يا كابتن انبسطت قوي 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 في الامسيه الرمضانيه. وانا والله مبسوطه منوريني انتوا الساحه جدا جدا جدا. الله يخليك. بص يا كابتن احنا متعودين لما بنشوف ضيف
فنان زميلنا بيرسم له بورتريه وبندهوله عشان يفتكر الزياره بتاعتنا دي. ربنا يخليك ربنا يخليك. عايزين عبد الله، ميرسي يا عبد الله، الله يخليك. اهو ده البورتريه اللي رسمه عبد الله لحضرتك. شكرين جدا جدا جدا. شوف بقى عايز تعلقه فين؟ انت حر. ميرسي يا كابتن جدا. شرفتنا. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. الله يخليك. شكرا يا كابتن. شكرا. مع السلامه. طول عمرنا في نفس الملعب، واخدين سوا نفس الصورة، فريقين سوا بننزل نلعب، جمعنا حبنا للكورة. نكبر ومهما ياخدنا السن، في اللعب لازم نتلاقى للكورة والملعب بنحن، وقلوبنا دايماً مشتاقة.